السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم حلقة جميلة من سلسلة أطلس، هنتكلم عنها ونبتدي نجاوب على أسئلة المشاهدين. في أستاذ عزيز كاتب لي طبعا التعليق الجميل ده، وبيقول في سؤال عايز أعرف جهاز تلتا لكسر ملوحة الماء، لأن ريت استعمال مباشر له دون تخزين، وهل يوجد جهاز يقيس ملوحة المية قبل حفر البير، يعني نعرف ملوحة المية دون الحفر؟ آسف على الإطالة. أنا دلوقتي عندي أرض وعايز أعمل بير وعايز أعرف الملوحة بتاعتي إيه، أروح أدور على جيراني القريبين أو الأرضي وآخد منهم عينات مية. عندي مثلا 3 4 جيران، اخد من ال 3 4 جيران عينات ميه، بعد ما يشغلوا البير بتاعهم ساعه ساعتين اخد عينه الميه واروح لمعمل التحليل. يبقى كده انا حللت الميه تقريبا لاربع حتت حواليا، عرفت كده ميه البير بتاعتي ممكن تكون كام. لو انا هعمل ايه؟ لو نفس التربه ونفس العمق الابيار اللي حواليا هعمل نفس الموضوع. انا اسف طبعا ان في اولاد بيلعبوا في الشارع، لكن طبعا يعني مجبر اخاك لا بطل، يعني هنعمل ايه؟ فلازم نكون موحدين الحاجات دي، عمق البير، نوع التربة، واقرب الناس ليك. طيب بالنسبة للجهاز دلتا ووتر او اي جهاز، رجاء بلاش الاسئلة دي على العام. والله انا حاطط الواتس بتاعي في كل حلقة، يعني ما تدخلونيش في مسألة قانونية ولا تدخلوني في تجريح. يعني ما فيش حد يجي يقول لك ايه رأيك مثلا في الرئيس عمللو بتاع التركي اللي رئيس دولة شخلعين يا لوزة في قارة لحلوح ولحلوحة. فما تدخلونيش في مسألة قانونية وضرر، يبقى انا مش عامل قناة عشان افيدكم الاقي في الاخر نفسي مسجون عشان حد يجي يقول لي انت شهرت بالشركة بتاعتي او عملت معايا حاجة. ارقام تليفوناتي في الواتس في اخر كل حلقه. الاستاذه العزيزه بتقول السلام عليكم ورحمه الله، قرات ان قشر المكسرات من لوز وجوز وفول سوداني مفيد جدا للتربه وتصلح للتسميد، هل هذا الكلام صحيح؟ يا استاذه العزيزه، جميع المخلفات النباتيه، افرع، اوراق، قشر، اي حاجه، احنا لما من نطحنها ونفرمها ونعملها كومبوست، في بالتالي فانت بتستفاد الاستفادة الكاملة منها. اما تقولي انا بستعمل الحاجات دي اطحنها وافركها على سطح التربة وهي مع نفسها كده تتحلل، يبقى انا كده بهدر وقت وبفقد للتربة بتاعتي خواص كتير. ان لما بتيجي المخلفات النباتية تتحلل بتمتص النيتروجين من التربة، وبالتالي بيأثر على النبات لفترة زمنية على ما يبتدي يحصل تحلل كامل لهذه المخلفات ويبقى النبات يستفاد منها. فالأفضل ريح نفسك وريح التربة وريح النبات واعمل ده كومبوست واستعمله. عزيز بيقول حلقاتك رائعة ومفيدة، لك أرجو الاستمرار، وتذكر أنك تتكلم اللغة العربية والعرب منتشرين بمعظم دول العالم، فرجاء لا تقول هذا النبات يزرع بشهر 3 أو 4 لأن فصول السنة تختلف حسب موقع الدولة، بل قل بأي درجة حرارة يفضل زراعة هذا النبات وشكرا. عزيز العزيز ما تصعبش الأمور عليا وعليك. بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي المكي بتكلم في الكرة أو الكوكب الأرض مقسوم نصين، الشمال والجنوب. إحنا دلوقتي في فصل الشتاء في إيه؟ شمال كوكب الأرض، شمال خط الاستواء، كل ده شتاء. طيب أزرع إمتى فيه؟ في أشهر مارس وإبريل، يعني بداية الربيع. المقابل ليه في الجنوب هيكون إيه؟ صيف، اللي هو مثلا زي أستراليا وجنوب أفريقيا والأمريكا اللاتينية. حلو؟ في الوقت اللي إحنا فينا صيف هم شتاء. طب هما بقى، قصدي احنا شتاء وهم صيف. طب هما دلوقتي يزرعوا امتى؟ الربيع بتاعهم امتى؟ في جنوب كوكب الارض في شهر 9 و10، اللي احنا فيه فوق عندنا ايه؟ خريف. فاقلبها. اما لما اقول درجات الحراره هيجي لك واحد يعني انا عندي درجه الحراره يا استاذ 20، بس انت قلت من 18،
هنعمل ايه يا استاذ؟ لا، احنا بنقول بالشهور عشان يبقى الدنيا مظبوطة. احنا بنزرع في الشمال في 3 و4، ازرع انت في 9 و10. حلتها لك بكل بساطة. بارك الله الناس بالناس، وأنت غالي وأطلس الزراعة، خليك على طريقك ومشاهديك بيحبوك. السؤال: ما هي النباتات التي تكلب حشرة التعصوقة أو النحل؟ وألف تحية من سوريا، محافظة حمص. أول حاجة تحية كبيرة لجميع الشعب السوري الجميل الحلو، حمص وحلب ودرعة ودمشق وكل المحافظات سوريا، بجانب ان انا لازم ابلغ التحيه والشكر لاحبابي واصدقائي الاعزاء شعب فلسطين العزيز اللي احبه واحبه واحبه واحب تراب كل الدول العربيه وكل مواطنين الدول العربيه في العالم اجمع. فانا اسف على المقدمه دي. بالنسبه للنباتات التي تجلب الحشره، حشره التعصوق اللي هي احنا بنسميها في مصر ابو العيد ذو ال 11 نقطة أو أبو العيد، والنحل. أي منطقة فيها استعمالك للأسمدة الحيوية وعدم استعمالك للمبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية والأسمدة الكيماوية، بيكون عندك بيئة طبيعية جميلة لنمو هذه الحشرات. طب تصدقوا تؤمنوا بالله، آخر حلقة عملتها في الأرض لقيت، طبعا فاكرين انا كنت زارع جرجير وفي نسبه كبيره ما نبتتش، سبحان الله نبت دلوقتي عشان انت مش عايزه، عليه كميه تعصوقه اللي هو ابو العيد روعه. كنت عايز اصورها لكم في الحلقه لكن كانت الميه بدات تدخل في الارض فما اش اقدر انزل عشان اقدر اقرب الصوره، لكن المره الجايه باذن الله هفتكر واصور لكم الحشرات. انا فرحت ان هي تبقى بيئه طبيعيه مفيش مبيدات مفيش أسمدة كيماوية. ولو انتوا فاكرين انا حطيت 100 كيلو يوريا على مساحة الخمسة فدان والتمانية قراط، يعني لو حسبت 100 كيلو المتر المربع خد كام هتلاقي حاجات بسيطة ما يذكرش، بمعنى صح ما يفيش. فانا ازرع استعمل حيوي ممنوع الكيماويات هتلاقي الحشرات تجيلك. السلام عليكم، بارك الله فيك وفي أولادك. أخي الكريم، لاحظت أن شتلات الأشجار عندي حين تؤكل منها الماعز أو الخرفان تعاني من الضعف وقد لا تنمو وتموت ببطء، لا أعرف كيف أتعامل مع الشتلات بعد الحصول هذه المشكلة في ظل عدم مقدرتي على تسييك الأرض المشتولة. أول حاجة الموضوع دوت موضوع يعني مش عارف أقول إيه. طبعا أنت نيجي نتكلم بالعلم، لما أي نبات بيقل عليه المجموع الخضري بتاعه فبيوصله الموضوع لحتة من العجز. بمعنى إيه؟ أي نبات الله سبحانه وتعالى خلقه بيكون ليه نسبة وتناسب ما بين المجموع الخضري وقوة النبات وحجمه وطوله وعمره، فكل ما يكون الورق قوي وكويس كل ما يكون الشجرة حلو. طب حصل عندك كسر، حصل حرق، حصل أكل الحيوانات، حصل رميت كيماوي أو عملت أي معاملة فحصل تسقيط للأوراق، بالتالي بيأثر بالسلب على النبات في النمو بتاعه. الموقف بتاع حضرتك أنت بتقول أنت مش عندك المقدرة اللي أنت تعمل تسييج او حمايه للنباتات اللي عندك من الماعز والخرفان. طيب لو الحاجات دي بريه بريه خدها وجمعها واستفاد بيها، اربطها من رجليها، اربطها من قرناها، اربطها من اي حاجه بريه مش بتاعت حد. طب بتاعت من ادم، قول له يا محترم راعي جارك والجار قبل الدار. طب المحترم ده ما طلعش محترم وبيأذيك، جمع حطب، جمع خشب واعمل سياج ورشقه حوالين المكان يحميك من الخرفان والماعز. اما ان انت تقول انا اعمل ايه، ما هو يعني وقف مصدر المشكلة عندك بس.